الشكر يفرح ربنا. افتكروا القاعدة دي، ربنا أكبر جدا من أنه يحتاج للشكر. محدش بيقول ربنا محتاج الشكر، لا، بس ليه ربنا يفرح بالشكر؟ أنت كأب جبت هدية كبيرة لابنك، What do you expect? Just appreciation. بس لما ابنك جاي لك كده يقول لك يعني أشكرك يا بابا من قلبه، دي بتخليك فرحان وعاوز تديله أكتر وأكتر، مش عاوز أكتر من كده. إذا كنت وانت أب جسدي بتعرف دي، إنك بتفرح بالشكر. أنت مستكترها على ربنا ليه؟ لأن هي الشكر ببساطة معناه تعبير حب، تعبير احترام. فالشكر في ذاته مش ربنا نقصه شكر، ربنا عنده ملايين ملايكة بيمجدوه، الواحد فيهم بمليون بني آدم، فمش ناقص شكر. بس لما واحد تعبان زي حالتنا كده يقول له أشكرك يا رب من كل قلبي، تفرق معاه، لأنك معناه قدرت يعني إيه جه الدنيا، قدرت إنه مات، قدرت إنه قام، قدرت إنه حاطط جسد ودمه على المذبح، قدرت الروح اللي سكن فيك، قدرت السماء اللي مستنياك. وبالتالي يبقى مفيش حاجة غير أشكرك يا رب. لكن لو بعد كل ده مش لاقي كلمة شكر، طبعا ربنا بيصعب عليه، ربنا بيحس طبعا. فاكرين هابيل؟ هابيل وقايين أول واحد قدم ذبيحة نسمع عنه هابيل. هابيل قدم ذبيحة بشكر، بحب، بإيمان، فقبلها ربنا. قايين تلاحظوا أنه مقدمها إيه؟ ما فيش مشاعر شكر، ما فيش عرفان، طلصقة كروتة، لأن هو مش بيعملها زي الأصول. فربنا نبهه بأدب شديد، دي بداية المصيبة أكبر. عند الباب خطية رابضة إليك اشتياقها وأنت تسود عليها. حاسب يا قايين، أنا مش زعلان أنك ما شكرتنيش بذبيحة، أنا بقول لك في مصيبة تاني هتحصل. خلي بالكوا، قلة الشكر بتخلينا نوصل ان احنا نكره، ان احنا نأذي، ان احنا نعمل خطايا كبيرة قوي. الشكر كمان يفرح ربنا. لما نوح قدم ذبيحة الطوفان بعد الطوفان، حصل موقف غريب قوي، الموضوع فرح ربنا قوي. اول ذبيحة قدمها نوح بعد ما طلع من المركب، طلع قوس قزح في السماء وربنا وعده، قال له شوف يا نوح، عشان اللي انت عملته ده أنا مش هغرق الدنيا دي تاني from now on مهما عمل. إيه ده رب قد كده يعني؟ وأنت يعني فارق معاك الذبيحة؟ هي كانت ذبيحة شكر، ما كانش فيها طلبات. هو طالع يقول له الرحلة خلصت على خير، الأرض نشفت، طلعنا من الفلك، كتر خيرك. طب أنا أسألكوا سؤال، عمرك صليت قداس من أوله لآخره ما بتطلبش ولا طلب؟ ده حتى صلاة الشكر اللي احنا بنقولها تلاقي جواها ايه؟ من اجل هذا نسأل ونطلب. طبعنا كده. لكن تصور معايا انك انت واقف تصلي تقول له مش عايز اطلب حاجة، عاوز بس اقول لك اشكرك. هو مش غلط انك تطلب على فكرة، لكن انا اقصد الشعور بالعرفان ده يفرح ربنا. الأبرس السامري ده جه للمسيح، مع أنه ده مش يهودي، مش متدين. خلي بالكوا ساعات غير المتدينين يعرفوا يشكروا أكتر، تطلع منهم بتلقائية. فالراجل اللي ما يفهمش حاجة، السامري ده كان سامري يعني بالنسبة لليهود نجس من غير برس حد، هو اللي رجع وركع وأعطى مجدا للمسيح. فقال ألم يوجد غير هذا الغريب الجنس حتى يعطي مجدا لله؟ أين التسعة؟ لكن فرح بيه، فرح ان في حد قدر المعجزة. ياما معجزات صدقوني، ياما حاجات ربنا حشها ما جات لناس، لو كانت جات كانت هتبقى مشاكلنا اضعاف اضعاف. طب عمرك فكرت انه حاش عنك حاجات كتير كانت تستاهل شكر اضعاف اللي بيحصل؟ ليه مش بنشكر كفاية؟ مش بنشكر كفاية لاننا دايما في حالة طلب المزيد. أنا I'm expecting more. I need more. Much more. طول ما أنا بفكر بالطريقة دي يا جماعة مش عارف أشكر. لكن القناعة بقى تمشي مع الشكر. اللي شايف اللي عنده كتير
فقدر يشكر، اللي شاف اللي عنده قليل مش هيعرف يشكر، والموضوع برضه نسبي.